السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب سنة 6 ابتدائي، ويلكم باك. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنخلص يونت 9 الوحدة التاسعة. هناخد النهاردة lessons 2 3 4 and 5. طبعا الموضوع ما يخدش ولا حاجة لان الدروس دي كلها سهلة جدا وبسيطة. فيديو النهاردة هيكون فيديو من اخف فيديوهات المنهج، كلماته سهلة والقاعدة سهلة وكمان درس القراءة سهل جدا. المهم بقى يا سيدي، انا هطلب منك تكبر الفيديو وتعلي الجودة، وهتجيب ورقة وقلم وهتكتب ورايا. ولو دي اول مرة تشوف القناة فياريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل، وكمان ياريت تنضم لجروب تليجرام الخاص بقناة مستر انجليزي. على الجروب ده انا هتابعك بشكل يومي، وكمان في اسئلة جديدة جدا وامتحانات هتنزل على الجروب. فصدقني بقى الجروب ده بجد هيفيدك جدا، وخلي بالك تفوقك رسالتنا. ودلوقتي يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. الدرس الثاني هو وقت الكلمات. وقت الكلمات ده يا حبيبي بيتكلم على 10 مدن كبرى. تعال الأول ننتقل للكتاب ونقرأ المدن دي، ونقرأ كلمات إضافية، ونقرأ حاجات خفيفة خالص، وبعدين نرجع للسبورة علشان نشرح الجرامر. بالنسبة بقى للدرس الثاني فهو عبارة عن 10 مدن كبرى. مدينة روما روم 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 روم، ودي طبعا عاصمة إيطاليا. مدينة القاهرة كايرو 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 كايرو، ودي طبعا مش محتاجين نتكلم عليها، كايرو القاهرة. مدينة طوكيو 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 طوكيو، وطبعا طوكيو is the capital of Japan، يعني عاصمة اليابان. مدينة لندن 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 لندن. مدينة سول في كوريا سول 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 سول. مدينة نيويورك، ودي اللي هنتكلم عليها في درس القراءة، نيويورك سيتي نيويورك سيتي نيويورك سيتي. مدينة باريس عاصمة فرنسا باريس 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 باريس. مدينة هونولولو دي مدينة في أمريكية هونولولو هونولولو هونولولو. مدينة سان فرانسيسكو برضو في أمريكا سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو. أما مدينة هونغ كونغ ودي مدينة في الصين هونغ كونغ هونغ كونغ هونغ كونغ هونغ كونغ. تعال بعد كده للكلمات الإضافية. لطيف أو رائع كول كول كول. يرفع lift lift lift. غالبا often often often. وثقيل heavy heavy. وقهوة coffee 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 coffee. تعال بعد كده نبص على الأفعال. هنبدأ بالأفعال المنتظمة اللي أنا بكون ماضيها بإضافة ED ومفيش أي مشاكل، زي يرفع lift lift lift، والماضي رفع lifted lifted lifted. ويحتاج need need، واحتاج needed needed needed. أما الأفعال الغير منتظمة زي الفعل يرى see see، والماضي saw saw. ويدع أو يترك let let let، زي ما أقولك كده let me يعني اسمح لي، وعلى فكرة let me بيجي بعدها فعل في المصدر. وماضي let let let. تعال نقرأ تعبيرات هامة وحروف جر هامة. يا لها من طائرة رائعة، هتقول كده what a cool plane what a cool cool يعني رائع، وplane طيارة. تقدم هيا come on come on. فاكر لما كنا بنشجع منى ونقول لها come on منى، هيا تشجعي يا منى. بنفسي by myself by myself. طيب دعني أساعدك أو اسمح لي أساعدك let me help you let me help you. شفت جي بعد let فعل في المصدر help. ليلا at night at night. خلي بالك علشان خاطري night بتاخد حرف الجر at، فترات اليوم بتاخد in، إلا night هتاخد at وأقول at night. كوب من a cup of a cup of، زي ما نقول كده a cup of coffee يعني كوب أو فنجان من القهوة. الكثير من، ممكن نقول a lot of وممكن نقول lots of a lot of و lots of a lot of و lots of. تعال بقى نقرأ على ثلاث مواقف موجودين هنا في صفحة 169.
الولد ده يا سيدي شاف صديقه معاه طيارة جميلة جدا، فبيقول له What a cool plane، يا لها من طائرة رائعة. فصاحبه قال له I want to see it، أريد أن أراها. فقال له No، لا. فقال له Come on، هيا Let me see it، دعني أراها. طبعا التصرف من صديقه ده مش كويس. تعال نشوف بقى الاتنين اللي بعد كده. البنت دي بتقول I can't lift this by myself، أنا لا أستطيع أن أرفع هذا بنفسي، It's so heavy، إنه ثقيل جدا. فكريم قال لها Here، عندك، Let me help you، دعيني أساعدك. وهي قالت له Thanks، شكرا. تعال بعد كده للموقف الثالث. منى بتكلم بايلوت، طيار. فمنى بتقول له Do you ever fly at night، هل قط الطائرة بالليل من قبل؟ قال لها Yes، I often fly at night، أنا كثيرا أقود الطائرة في الليل. خلي بالك من at night، at night. I need a lot of coffee، وبحتاج أشرب قهوة كتير علشان أبقى مصحصح. هو ما قالش كده بس أنا اللي بقولها لك. فمنى قالت How much coffee، ما كمية القهوة do you have اللي بتتناولها؟ قال لها I usually drink، أنا عادة بأشرب 4 cups of coffee، يعني 4 فناجين قهوة. خلي بالك من how much coffee مش how many coffee، لأن القهوة لا تعد، واتكلمنا الكلام ده في الترم الأول. how much coffee، ما كمية القهوة. تعالى دلوقتي يا سيدي نقرأ على الشهور. خلي بالك ان الشهور دي بتبقى 12 شهر في السنة. هنجيب كده الورقة دي ونكتب هنا كم جملة كده مهمة. بص يا سكر، لما اقول لك there are، there are يعني يوجد، there are يوجد 12، ممكن نكتبها لك كده او نكتبها لك كده 12، يعني يوجد 12. طب يوجد 12 ايه؟ there are 12 months، months يعني شهور. خلي بالك المفرد months، لما نجمعها هنقول months ما نقولش months. يبقى there are 12 months، يوجد 12 شهر، ها in a year يعني في السنة. There are 12 months in a year. طيب السنة كمان فيها 4 ايه؟ بص للجملة دي. There are يوجد، there are يوجد 4، there are 4، وممكن نكتب 4 كده. There are 4، يوجد 4 ايه؟ There are 4 seasons. يعني ايه season؟ season فصل، و seasons فصول. There are 4 seasons، يوجد 4 فصول in a year يعني في السنة. يبقى السنة فيها 12 شهر وفيها 4 seasons يعني 4 فصول. علشان خاطري برضو خلي بالك من كلمة after، و after يعني بعد، after يعني بعد، و before، before يعني قبل، لأنه هيسألك فيهم وراء. فافتر و before، بعد وقبل. تعال نرجع على ال 12 شهر. يناير يعني January، January، January. وفبراير February، February، February. ومارس March، March، March. خلي بالك قولها March ما تقولش March، لا طلع تاه كده March، March. وإبريل April، 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 April. طبعا انت واخد بالك ان الشهور بتبدأ بكابيتال ليتر، بحرف كابيتال. اول حرف في الشهور بيكون حرف كابيتال. مايو بقى يا سيدي May، May، May. ويونيو جون، جون، جون. ويوليو جولاي، جولاي. وأغسطس أوغست، أوغست. وسبتمبر سبتمبر، سبتمبر، سبتمبر. وأكتوبر أكتوبر، أكتوبر، أكتوبر. ونوفمبر نوفمبر، نوفمبر، نوفمبر. وديسمبر ديسمبر، 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 ديسمبر. هقوم دلوقتي اشرح لك حاجة صغيرة وسهلة جدا على السبورة، بس انا عاوزك تبقى عارف وين. طبعا انت عارف وين يعني عندما او متى. النهاردة بقى هناخدها بمعنى متى. وتعرف كمان اداة الاستفهام how long، how long يعني ما طول المدة، how long ما طول المدة. ولما نيجي نسأل بhow long اللي هنستخدم في الاجابة كلمة for، لمدة. الكلام ده كله هتشوف شرحه دلوقتي على السبورة. how long يعني ما طول المدة، و for يعني لمدة. تعال دلوقتي يا سيدي ننتقل الى السبورة ونشرح الجرامر بتاع الدرس.
زي ما قلت لك من شوية. وين يعني متى؟ وين يعني متى؟ متى. وهاو لونج يعني ما طول المدة. هاو لونج ما طول المدة. ركز بقى معايا في أداتين الاستفهام دول. وين يعني متى وهاو لونج ما طول المدة. تعال الأول نتكلم على وين. أنا مثلا يا سيدي بسأل واحد وقلت له متى ذهبت إلى روما. وين، خلي بالك هو ذهب خلاص، يبقى ذهابه ده في الماضي. طالما هو ذهب في الماضي هستخدم الفعل المساعد did، لأن did ده هو الفعل المختص بالماضي. When did، لكن do does يبقى السؤال مضارع. When did you، متى أنت. طبعا علشان نعمل سؤال بعمل أداة استفهام وفعل مساعد والفاعل. أداة استفهام when، الفعل مساعد did والفاعل you، وطبعا واحنا مغمضين هنستخدم فعل في المصدر. أكيد أنت عارف أن did من فريق المصدر. اوعى علشان خاطري تقول went، قول go. فعل في المصدر حبيبي، did موجودة، هنستخدم فعل في المصدر ما تنساش. when did you go، متى أنت ذهبت. وغير you براحتك، يعني حط he. when did he go، متى هو ذهب. When did she go، متى هي ذهبت. مفيش مشكلة، غير الفعل براحتك. When did you، متى أنت go، علشان خاطري ما تنساش. مع did بستخدم فعل في المصدر. أهم الحاجات في المنهج السنة دي الحاجات دي. فريق الـ ING am was or was where. فريق المصدر do does or did. يبقى did لما تيجي يا بابا بستخدم فعل في المصدر. When did you go، When did you go، متى أنت ذهبت. وبعد كده أقول to إلى. When did you go to Rome، متى أنت ذهبت إلى روما. When did you go to Rome، متى أنت ذهبت إلى روما. ده سؤال، يبقى في الآخر question mark، علامة استفهام. When did you go to Rome، أنا بسأل واحد وبقوله كده When did you go to Rome، متى أنت ذهبت إلى روما. في أساسيات كده في الإنجليش، الأساسيات دي لازم 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 تكون عارفها. did موجودة يبقى فعل في المصدر موجود. did موجودة فعل في المصدر موجود. افرض مفيش فعل في المصدر يبقى مفيش did، مفيش do، مفيش does. فريق المصدر جه لازم يجي مصدر. طيب مفيش مصدر يبقى مفيش فريق المصدر. يعني من الآخر يا حبيبي مفيش when did you there، لا أنا عايز فعل في المصدر علشان did موجودة، لازم يجي فعل في المصدر. did جت لازم 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 يجي فعل في المصدر. when did you go to Rome، ومن الأساسيات اللي أنت لازم تكون عارفها إن لما تلاقي did في السؤال يبقى الإجابة ماضي. لما تلاقي did في السؤال يبقى إجابتك لازم تكون بزمن الماضي. قول I went، أنا ذهبت. وبعد كده خلي بالك did أصلا مشيت. لما تيجي تجاوب did بتمشي، ولما did بتمشي الأمور بترجع طبيعية والماضي بيرجع ماضي. I went، أنا ذهبت in في April. I went in April، I went in April. خلي بالك إن الشهور بتاخد حرف الجر in. I went in April، أنا ذهبت في إبريل. قول براحتك بقى I went in March، أنا ذهبت في مارس. I went in January، أنا ذهبت في يناير. شفت السؤال وإجابته. When did you go to Rome، سهل قوي. When did you go to Rome، متى ذهبت إلى روما. I went in April، أنا ذهبت في إبريل. خلاص يا سيدي، يبقى أنت رحت روما وأنا سألتك أنت رحت إمتى فقلت لي أنا رحت في إبريل. When did you go to Rome، I went in April. بعد كده هسألك أنت قعدت هناك قد إيه، كام المدة أو ما طول المدة، اسمها how long. how long، شفت السنة دي انت خدت how كتير، how many وخدت how much وخدت how often، كم عدد المرات. والنهاردة بناخد how long. how long معناها ما طول المدة، ما طول المدة، ما طول المدة. how long بعد كده، بعد how long مسأل في الماضي هجيب was where. لو جبت did لازم تجيب فعل في المصدر زي ما اتفقنا، لكن was where مفيش مشكلة. how long were you. طب ليه مستر ما قلتش was، ما انت عارف جدول was where. اكتبه لك تاني حبيبي، احنا بنستخدم was مع I وهي وشي وات وأي اسم مفرد، وبستخدم where مع you ومع we ومع they ومع أي اسم جمع. طبعا هنا you بتيجي مع where.
How long were you؟ طبعا was where معناهم كان، اكيد انت عارفها. How long؟ ما طول المدة. Were you؟ Were you there؟ خلي بالك مفيش فعل في المصدر خلاص. How long were you there؟ How long were you there؟ يعني ما طول المدة اللي انت قعدتها there. There يعني هناك، اقصد في روما. How long were you there؟ How long were you there؟ طيب افرض بسأل عليه هو، يبقى How long was he there؟ How long was he there؟ ما طول المدة اللي هو قعدها هناك. تعال يا باشا نجاوب على السؤال ده، How long were you there؟ ما طول المدة اللي انت قعدتها هناك؟ فانت هتقول لي I was. طبعا were you بتتحول في الإجابة لـ I was. انا بسألك انت، فانت بترد عليا بتقول لي انا. I was. I was there. انا كنت هناك. I was there for. For يا حبيبي يعني لمدة. I was there. أنا كنت هناك for لمدة. I was there for. أنا كنت هناك لمدة. خلي بالك يبقى how long في السؤال وfor في الإجابة. How long ما طول المدة، فأنت بتقول لي for لمدة وتقول المدة اللي قعدتها. أي مدة؟ شوف عندك مثلا two days يومين. ممكن تقعد هناك مثلا 3 weeks 3 أسابيع. وممكن تقعد هناك مثلا 5 months 5 شهور. وممكن تقعد هناك اللي انت هتقعده بقى. فانت بتقول I was there for. انا كنت هناك لمدة 2 days 3 weeks 5 months. قعدت هناك لمدة يومين، لمدة 3 أسابيع، لمدة 5 شهور. ده الجرامر بتاع يونت 9. سهل قوي. يعني لما نيجي نسأل على الوقت في الماضي بنقول when did you go، when did she go، متى هي ذهبت، when did he go، متى هو ذهب to إلى كايرو إلى القاهرة. الإجابة هتبقى في زمن الماضي طالما did في السؤال. he went in April. هو ذهب في إبريل. he went in May. هو ذهب في مايو. he went in August. وذهب في أغسطس. وبعد كده هسأل وأقول how long ما طول المدة، ونجيب was أو where بعدها. how long was he there ما طول المدة اللي هو قعدها هناك. فأنت هترد وتقول he was there هو كان هناك for لمدة. how long في السؤال for في الإجابة. he was there هو كان هناك for لمدة 7 weeks 7 أسابيع. 3 months 3 شهور. 5 days 5 أيام. أي مدة هتقولها. ودلوقتي بقى تعالى ننتقل للجزء الأخير في فيديو النهاردة، وهو درس القراءة. هنقرأ قطعة جميلة جدا على نيويورك سيتي، على مدينة نيويورك. الجزء الأخير بقى من فيديو النهاردة بيتكلم على reading time، وقت القراءة. هنقرأ قطعة جميلة جدا وشيقة بعنوان welcome، يعني مرحبا بكم to، في welcome to، مرحبا بكم في نيويورك سيتي، يعني مدينة نيويورك. welcome to New York City، مرحبا بكم في مدينة نيويورك. المدينة دي طبعا اسمها أو مشهورة كده the big apple، يعني التفاحة الكبيرة. The big apple. Welcome to New York City. The big apple. مرحبا بكم في مدينة نيويورك. The big apple. يعني التفاحة الكبيرة. قبل ما نقرأ القطعة اللي بتتكلم على مدينة نيويورك، تعال الأول نعرف الكلمات المهمة والعبارات المهمة اللي موجودة في القطعة. أول كلمة يا سيدي مليون. ومليون بالإنجليزي يعني مليون. 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 وخلي بالك مليون دي يا سيدي لو انت حطيت قبلها رقم مش هتجمعها. احنا دايما متعودين لما بنحط رقم بنجمع، يعني مثلا بنقول two box يعني كتابين، ما بنقولش two box، بنقول two box و three box و four box وهكذا. لكن مليون و thousand الف او الارقام دي لما بنحط قبلها رقم ما بنجمعهاش، يعني بنقول كده 7 مليون يعني 7 مليون 7 مليون، مش هنقول millions. اوكي، فبنقول 7 مليون. يبقى كلمة مليون لا تجمع لو سبقت برقم، يبقى مليون مليون. طيب الالف thousand thousand thousand. وعرض show show
شو، انا اقصد بعرض سواء عرض سينمائي او عرض مسرحي، الاثنين اسمهم شو. شو والمسرح اسمه ثيدر. ثيدر ثيدر، انا كده بنطقه امريكان ثيدر. لو انا هنطقه بريطاني هقول لك ثيتر ثيتر ثيتر، لكن انا بنطقه امريكي وبقول لك ثيدر ثيدر ثيدر. كلمه رنت يعني يستاجر او اجره. رنت 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 رنت، يبقى رنت دي تنفع فعل يستاجر زي ما هتيجي في الدرس. رنت كار يستاجر سياره، ورنت برضو الاجره. متاح available 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 يعني متاح او متوفر. available 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 زي ما هنشوف برضو في الدرس. walking tours جولات تمشيه are available متاحه. جوله سياحيه بقى اسمها tour 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 tour، وممكن اقول walking tour يعني جوله تمشيه. ولو قلت bus tours يعني جولات بالاتوبيس، ولو قلت boat tours يعني جولات بالقارب، وكل ده هتشوفه في فيديو النهاردة. وكلمة tour لو انت زودت عليها ist وقلت كده tourist، tourist يعني سائح، يبقى الكلمة tour. tour يعني جولة سياحية وtourist سائح. ولو قلت tour وحطت لها ism هتبقى tourism اللي هي السياحة نفسها، tourism السياحة، وتور اللي علينا جولة سياحية. طيب تعالى بعد كده نقرأ مرحبا أو يرحب. ويلكم 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 ويلكم، وبتاخد حرف الجر تو. ويلكم تو يعني مرحبا بك في. أكثر من over 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 زي ما هنقرأ في الدرس. over 30 million يعني أكثر من 30 مليون. مكان place place place. فندق هوتيل هوتيل هوتيل. يوميا ديلي ديلي ديلي. موسيقى الجاز، ودي نوع من انواع الموسيقى، جاز جاز جاز. جولات تمشيه ووكينج تورز ووكينج تورز ووكينج تورز. احنا سائلين تور يعني جوله سياحيه. طيب متجر متعدد الاقسام ديبارتمنت ستور، ممكن تقولوا كده ديبارتمنت ستور، وممكن تنطقوا ديبارتمنت ستور ديبارتمنت ستور كانه همزه. ديبارتمنت ستور ديبارتمنت ستور، الاثنين صح. مثير او مدهش اكسايتنج 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 اكسايتنج. اكسايتنج دي عكس حاجه اسمها بورينج ممل. الحاجه الاكسايتنج الحاجه المثيره، يعني كل يوم في جديد مفيش زهق، يبقى الحاجه دي اكسايتنج مثيره. معلومات انفورميشن انفورميشن information. خلي بالك كلمة information دي اسم لا يعد، يعني مش تضاف لها اس، يعني ما تقولش informations وما تقولش one information او an information، ما ينفعش ما ينفعش تحط قبلها an او one او تجمعها، هي اسم لا يعد، زي بالظبط الوتر المية والجوس العصير والحاجات دي. كلمة information معلومات. مطعم يعني restaurant restaurant restaurant. طيب شوب محل او يتسوق، شوب يعني محل او يتسوق، يبقى تنفع اسم وتنفع فعل. يتسوق شوب زي ما هقول لك كده don't forget، لا تنسى to shop، هنقراها في القطعه دلوقتي don't forget to shop، لا تنسى ان تتسوق. والشوب كمان يعني محل. متحف museum 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 متحف museum. دار الاوبرا opera 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 opera. العالم the world the world the world. تذكرة ticket ticket ticket. انا قلت لك دلوقتي ان جولة سياحية tour. طيب جولات بالقارب boat tours boat tours boat tours. طيب جولات بالاتوبيس bus tours bus tours bus tours. استوديوهات عالمية يعني universal studios universal universal يعني عالمي. وكلمة استوديو يعني استوديو، يونيفرسال ستوديوز يعني استوديوهات عالمية. تعال بقى يا سيدي نبص على الأفعال وماضيها. هنبدأ الأول بالأفعال المنتظمة اللي بنكون الماضي بإضافة ED أو D. يزور visit visit، وزارة visited visited. يساعد help help، والماضي ساعد helped helped. ينادي call call، وليها معنى تاني يتصل، وعلى فكرة هي جاية في الدرس بتاع النهاردة بمعنى يتصل يتصل call.
call والماضي called اتصل. يستأجر rent, rent والماضي استأجر rented, rented. تعال بقى للأفعال الغير منتظمة. يعني أنا بكون الماضي مش بإضافة إيدي ولا حاجة, ده الماضي بيحفظ زي ما هو كده. المضارع كلمة والماضي كلمة تانية. يجد find, find. وجد found, found. يشتري buy, واشترى bought. يحصل على get, get. وحصل على got, got. get, got. get, got. ينسى forget, forget. وينسى forgot, forgot. فاكر طبعا رامي forgot, وforget دي عكس حاجة اسمها remember. forget عكس فعل اسمه remember, remember يعني يتذكر. remember R-E-M-E-M-B-E-R, remember يعني يتذكر. يبقى remember عكس, عكس ايه؟ عكس forget ينسى. forget وremember. نبص بعد كده على التعبيرات وحروف الجر الهامة اللي هتبقى موجودة في الدرس. لما أقولك over 30 million people يعني أكتر من 30 مليون شخص. طيب اتصل بنا على رقم call us at. call, call هنا يتصل. call us اتصل بنا at على رقم, ونقول الرقم على طول. للمعلومات أو لمزيد من المعلومات for information, for information. خلي بالك for information, for information. يبقى تختار for على طول, for information. يحصل على تذاكر لي get tickets, get tickets يا بابا يعني يحصل على تذاكر. for, for يعني لي أو من أجل. يعني أقول لك كده get tickets for a show, يحصل على تذاكر لعرض أو من أجل عرض. يأخذ يعني take. طب يأخذ جولة بالقارب take a boat tour, take a boat tour, take a boat tour, take a boat tour. في بعض الأماكن كده الأماكن دي هتكون موجودة في الدرس, تعال نتعرف عليها. نيويورك سيتي يعني مدينة نيويورك. هو بقول لك هنا هي أكبر مدن في الولايات المتحدة الأمريكية, نيويورك سيتي. بعد كده عندك حاجة اسمها ذا ستاتيو, وخلي بالك ده حفظ برضو. ذا ستاتيو, ستاتيو يعني تمثال. ذا ستاتيو اوف ليبرتي, ذا ستاتيو اوف ليبرتي. يعني ايه ذا ستاتيو؟ ستاتيو يعني تمثال. ليبرتي, ليبرتي يعني الحريه. ذا ستاتيو اوف ليبرتي يعني تمثال الحريه, والتمثال ده هو احد رموز مدينه نيويورك, ذا ستاتيو اوف ليبرتي. بعد كده في مبنى كمان اسمه امباير ستيت, ذا امباير ستيت, ذا امباير ستيت, ذا امباير ستيت. مبنى الامباير ستيت ده اطول ناطحه سحاب في مدينه نيويورك, مكون من 102 دور وارتفاعه 443 متر. بعد كده في حاجة اسمها برودواي ثيتر, برودواي ثيتر يعني مسرح برودواي. ده مسرح مشهور في مانهاتن يعني مدينة نيويورك, وهو أحد معالم الجذب السياحي هناك. ايه بقى ميسز؟ ميسز ده مكان, ميسز ده ميسز سلسلة متاجر أمريكية. ميسز أكبر متجر في العالم أو أحد أكبر المتاجر في العالم, ميسز. أورلاندو, أورلاندو دي مدينة في مقاطعة أورينج في وسط ولاية فلوريدا الأمريكية, وتحتوي على عالم والت ديزني. عارف أنت والت ديزني بتاع الكرتون موجود في أورلاندو. بيج أبل في الدرس هنا مقصود بها مدينة نيويورك, التفاحة الكبيرة بيج أبل. طيب كارنيجي ديلي, كارنيجي ديلي هو أحد أشهر المطاعم في مدينة نيويورك, كارنيجي ديلي. طيب ديزني وورلد يعني عالم ديزني, عالم ديزني لاند, وده موجود في أورلاندو زي ما قلت لك, وأكبر منتجع ترفيهي في العالم, ديزني وورلد, ديزني وورلد, ديزني وورلد. تعال بقى نقرأ القطعة بتاعت نيويورك سيتي, مدينة نيويورك. قلت لك العنوان ويلكم تو نيويورك سيتي, مرحبا بكم في مدينة نيويورك. اسم المدينة أو مشهورة إنها The Big Apple, التفاحة الكبيرة. بقولك يا سيدي over, over يعني فوق أو أكتر من. 30 مليون يعني أكتر من 30 مليون. over 30 مليون people أكتر من 30 مليون شخص. over 30 مليون people أكتر من 30 مليون شخص مالهم؟ visit بيزوروا. تخيل بقى أكتر من 30 مليون شخص بيزوروا إيه؟ visit نيويورك سيتي يعني مدينة نيويورك. visit نيويورك سيتي أكتر من 30 مليون شخص
visit New York City every year. طبعا every year يعني كل عام، كل سنة كده يزور المدينة دي أكتر من 30 مليون شخص. وبعد كده الراجل بيسأل وبيقول لك why، لماذا؟ وجاوب على نفسه وقال لك because، لأن هو سأل ورد على نفسه ليه أكتر من 3، تخيل الرقم، أكتر من 30 مليون شخص بيزوروا مدينة نيويورك every year كل عام. فبيقول لك why، لماذا؟ وبعد كده بيجاوب وبيقول لك because، لأن. لأن إيه بقى؟ ركز كده. it's، إنها، أقصد المدينة دي، it's إنها تكون one of يعني أحد، one of، it's one of، إنها أحد، خلي بالك، the world's most exciting places. يعني إيه الكلام ده حبيبي؟ places يعني أماكن. طيب world، العالم، وكلمة exciting مثير. طب the most exciting، الأكثر إثارة. هنترجم العبارة دي كلها ونقول one of، أحد أكثر الأماكن إثارة في العالم. يبقى because، لأن، it's، إنها one of، أحد the world's most exciting places، أي إنها أحد أكثر الأماكن إثارة في العالم. مين دي؟ مدينة نيويورك أو نيويورك سيتي. It's one of the world's most exciting places، أحد أكثر الأماكن إثارة في العالم. طبعا أنت عارف أن ذا لما بتتحط قبل الصفة يعني بنخليها الدرجة التالتة، يعني مثلا نقول كده the tallest يعني الأطول، ونقول كمان the shortest الأقصر. في كمان عندي صفة اسمها the most، برضو دي درجة تالتة، the most يعني أكثر، the most، the world's most exciting places، أحد أكثر الأماكن إثارة في العالم. يبقى احنا قلنا over 30 million people visit New York City every year، أكثر من 30 مليون شخص بيزور مدينة نيويورك every year كل عام. why، لماذا؟ because، لأن، it's one of the world's most exciting places، لأنها أحد أكثر الأماكن إثارة في العالم. تعال بقى يا سيدي نشوف المدينة المثيرة دي أو أحد أكثر الأماكن إثارة في العالم فيها إيه. تخيل كده معايا، there are يوجد إيه في المدينة؟ 18,000 restaurants، مطعم. تخيل المدينة دي فيها 18,000 مطعم، 18,000 restaurants، 18,000 مطعم. يبقى أنا عاوزك تتخيل معي الرقم، بقولك 18,000 مطعم، 18,000 restaurants. فين ده كله؟ ده كله في مدينة نيويورك. وإيه كمان؟ بص بقى يا باشا، عندك 10,000 يعني 10,000، 10,000 shops، 10,000 محل، 10,000 shops، 10,000 محل. وإيه كمان؟ and، وإيه؟ 150 يعني 150 museums، 150 متحف، 150 museums، 150 متحف. طيب بس كده؟ لا. وكمان basketball يعني كرة سلة، basketball. وإيه كمان؟ أوبرا يعني مسرح، أوبرا. وإيه كمان؟ ثيتر يعني مسرح. وإيه كمان؟ جاز يعني موسيقى الجاز. لا ده في كمان، وبعد كده قال لك نيويورك، نيويورك سيتي، مدينة نيويورك، مدينة نيويورك has it all يعني بها كل هذا. مدينة نيويورك has it all. خلي بالك لما نيجي نكتب نيويورك سيتي، الان والواي والسي كابيتال، نيويورك سيتي has it all، بها كل هذا، بها الكلام ده كله. طيب بعد كده بقول لك visit، زور، visit،
زور. هو مين ده يا مستر اللي بيقول لي فيزيت ازور؟ بص يا حبيبي، هو الفقره بتاعت النهارده اصلا عباره عن دعايه سياحيه شركه سياحيه عاملاها لمدينه نيويورك، اوكي؟ فبتقول لك فيزيت، وخلي بالك الفعل الامر بيكون فعل في المصدر، تبدا كده بفعل في المصدر فيزيت. فيزيت يعني زور. طب ازور ايه؟ فيزيت ذا، فيزيت ذا، زور ذا ستاتيو. طبعا statue يعني تمثال، ونعمل الاس كابيتال لان احنا هنتكلم على مكان مشهور. The statue of liberty يعني تمثال الحرية. visit، الاس دي مش عجباني كده خليها اس كابيتال. visit the statue of liberty يعني زور تمثال الحرية. طبعا فين؟ in New York City، في مدينة نيويورك. طيب في حاجة كمان هنزورها؟ اه طبعا. and و the empire ها empire state building يعني مبنى الامباير ستيت. احنا قلنا المبنى كبير قد ايه؟ قلنا 102 دور، قلنا 443 متر. يبقى هنزور ايه؟ visit the statue of liberty and the empire state building، ومبنى الامباير ستيت. بس كده؟ لا، ده كمان get، احصل على او اشتري tickets، تذاكر. get tickets، اشتري تذاكر for، احنا قلنا for يعني من اجل او ليه. for a show، لعرض او من اجل عرض. at a، فين العرض ده؟ هيبقى فين؟ في مسرح broadway، broadway theater يعني مسرح برودواي، من أشهر المسارح في العالم. tickets for a show at a Broadway theater، لمسرح برودواي. طيب بعد كده don't، وانت هناك برضو don't، لا don't forget، لا تنسى. don't forget يعني لا تنسى. خلي بالك لما اجي اعمل نهي بعمل don't وبعدها فعل في المصدر. don't forget، لا تنسى to، and don't forget to shop، لا تنسى أن تتسوق. شفت هنا شوب فعل بمعنى يتسوق. don't forget to shop، لا تنسى أن تتسوق at، في Macy's. احنا قلنا Macy's سلسلة متاجر، Macy's من أكبر المتاجر في العالم. أهو رخر قال لك إيه هنا؟ قال لك it's، إنه Macy's ده the world's، احنا قلنا world عالم، the world، ها خلي بالك the world's biggest. ليه قال biggest؟ ليه ما قالش big؟ طبعا عشان في ذات الدرجة التالتة، أكبر. the world's biggest department store، department store يعني متجر أو محل متعدد الأقسام. department store يعني من الآخر كده بيقول لك إنه أكبر متجر في العالم. it is the world's biggest department store، إنه أكبر متجر في العالم. بعد كده الراجل بيقول لك walking، walking tours يعني جولات مشي، walking tours. وايه كمان؟ boat tours، وجولات بالمركب. and وايه كمان؟ bus tours، وجولات بالاتوبيس. walking tours، boat tours and bus tours، كل الحاجات دي are available. available يعني متاح او متوفر. available اسمها كده، available. available متاحة daily، يوميا. في هناك جولات تمشية وجولات بالقارب وجولات بالاتوبيس، كل الحاجات دي available daily يعني متاحة او متوفرة يوميا. بعد كده يا سيدي الشركة السياحية دي بتقول لك for information، for information يعني للمعلومات او لمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات call us، اتصل بينا، هنا الفعل الامر at، على call us at، اتصل بينا على، وكتبوا الرقم بتاعهم هنا بالمنظر ده كده 555-2112، كتب الرقم بتاعهم. وبعد كده قال لك we، نحن we can help you، نحن نستطيع ان نساعدك. we can help you، طب هيساعدونا في ايه؟ الشركه دي هتعمل لنا ايه؟ find، تجد، find a hotel room يعني غرفه فندق. find a hotel
روم، نستطيع أن نساعدك في أن تجد غرفة فندق. وإيه كمان؟ باي تشتري، باي ها باي تشتري بلين، بلين طيارة، بلين تيكتس. طبعا مش هنشتري الطيارة، هنشتري تذاكر الطيارة. باي بلين تيكتس، ونشتري تذاكر الطيارة. Or أو كمان هنساعدك rent، إنك تتأجر rent a car، إنك تتأجر سيارة هناك. دي كانت القطعة بتاعت نيويورك سيتي، the big apple، التفاحة الكبيرة. في مكان كمان في أمريكا اسمه أورلاندو. طبعا over 35 million people visit Orlando every year، يعني أكتر من 35 مليون شخص بزور مدينة أورلاندو كل عام. There are، تخيل المدينة دي فيها 82 parks in Orlando، يعني في 82 حديقة في أورلاندو. احنا كده خلصنا يونت 9 الوحدة التاسعة. شكرا على مشاهدة الفيديو. الفيديو كان طويل شوية ولكنه سهل جدا وخفيف، كل حاجة فيه كانت سهلة، سواء الكلمات او الجرامر او القراءة، كل حاجة في فيديو النهاردة كانت سهلة، وانا مبسوط جدا انك وصلت للنقطة دي في الفيديو. ان شاء الله تقريبا بكرة هينزل فيديو المراجعة اللي هنحل فيه جميع اسئلة الاختراق من متعدد من كتاب المعاصر. انت هتوحشني كتير جدا لغاية الفيديو جاي. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو وسط اصحابك، خليهم يشوفوا الفيديو ده. وكمان لما كنتش لسه اشتركت في القناة فياريت تشترك في القناة، ولو ما كنتش لسه انضميت لجروب تليجرام فياريت تنضم لجروب تليجرام علشان اتواصل معاك يوميا. خلاص خلصنا، جود باي، مع السلامة.